النهاردة تم افتتاح أولى مشروعات مبادرة ابدأ، المبادرة الخاصة بتوطين الصناعة وزيادة الصادرات. تم إطلاق هذه المبادرة في إطار تكليف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح الأسرة المصرية بإطلاق مبادرة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على منتج محلي وتقليل الاستيراد، وده من خلال ان احنا نعزز دور القطاع الخاص الوطني في توطين العديد من الصناعات، سواء بنتكلم على صناعات كبرى او صناعات متوسطه وصغيره ومتناهيه الصغر. هنتكلم مع حضراتكم على مبادره ابدا وازاي بدات مبادره ابدا، وشفنا النهارده مشروعات بالفعل بتنفذ من خلال هذه المبادره. معانا دلوقتي على التليفون استاذه دينا الدليل، المدير التنفيذي لمبادره ابدا. مساء الخير على حضرتك، وعايزين نعرف الناس اكتر على هذه المبادره، مين يقدر يستفيد بمبادره ابدا، وازاي الناس تقدم للاستفاده من هذه المبادره، هل في صناعات معينه بتدعمها المبادره؟ مساء الخير، ازي حضرتك؟ اهلا بحضرتك. احنا مبادره ابدا بتستهدف تطوير قطاع الصناعه كله. بنستهدف ان احنا نقلل الفجوه الاستيراديه ونوطن اهم الصناعات، وطبعا نقدم فرص عمل، نوفر فرص عمل. احنا بنشتغل على ثلاث محاور. محور المشروعات الكبرى ده اللي بنشتغل فيه على ال 64 مشروع اللي كنا اتكلمنا عليهم النهارده. في المحور ده احنا حققنا انجازات كتير. كان في منتجات لاول مره بتصنع في مصر، كان في مستوردين المبادره قدرت ان هي تحولهم الى مصنعين. احنا قدرنا نجمع متنافسين في نفس القطاع في السلع المغذيه اللي بتتطلب انتاج بحجم كبير. بقى لينا تكنولوجي بارتنرز في اكثر من 12 دوله، دول اللي هم بيقدموا لنا النو هاو وبيضمنوا جوده المنتج المصري. فده بالنسبه لمحور المشروعات الكبرى. في محور دعم الصناعه هنا احنا بنستهدف المشروعات المتوسطه والصغيره ومتناهيه الصغر، وهنا اللي بنقدم فيه الدعم المطلوب للمصانع المتعثره والمصانع المخالفه، بنساعدها ان هي تقنن اوضاعها، سواء لو باستخراج رخص او لو مصنع محتاج ان هو يتنقل. واخيرا في محور البحث والتطوير والتدريب، ده اللي احنا بنستهدف رفع انتاجيه وكفاءه العامل المصري، فبنقدم لهم الدعم المناسب. وده كان اول مرحله، مثلا كان في تدريب حصل في سوهاج بالعربيات التدريب المتنقله. ازاي الناس بتقدم زي قوافل يا فندم، قوافل بتجوب المحافظات، ولا بالزبط. ايه الموضوع بالظبط. طبعا مش بس كده، احنا كمان عندنا الأكاديمية الوطنية للتدريب كشريك استراتيجي، وعاملين بروتوكولات تعاون مع جهات التدريب حكومية وغير حكومية. ازاي الناس تقدم معانا؟ طبعا احنا عندنا حاليا اطلقنا الويب سايت، فطبعا ممكن لو اي حد محتاج ان هو يتواصل معانا. وغير كده احنا عندنا عن طريق فرق الرصد بتاعت حياة كريمة، فاحنا عندنا قواعد بيانات لكل المصانع الاوريدي موجوده اللي عندها مشاكل مثلا متعثره او كده. وانتوا بتروحوا لهم ولا الوضع بيكون عامل ازاي؟ التعامل بيكون عامل ازاي مع مبادره ابدا لو انا مصنع عندي مشكله، او انا مستثمر كنت بدات في مشروع وبعدين وقفت؟ يا فندم، احنا نتواصل معاهم، بنعرف بالظبط ايه المشكله. مثلا زي المصنع اللي هو بتاع سي بي تي، برضو مثلا ده كانت كل مشكلته ان هو محتاج ان هو يطلع رخصه. فاحنا بنبقى عارفين ازاي مثلا مين الجهات المعنيه في الدوله اللي احنا المفروض ان احنا تسهيل للاجراءات. بالظبط كده، ايوه بالظبط. طيب هل المبادره قاصره مثلا على الشباب ولا لا، تدعم جميع الفئات؟ لا طبعا، احنا بنستهدف تطوير قطاع الصناعه كله. زي ما بقول لحضرتك، احنا في محور المشروعات الكبرى. احنا حاليا شغالين على 64 مشروع في في كل القطاعات تقريبا اللي احنا فيها واردات، زي قطاع الاجهزه المنزليه، قطاع البتروكيماويات، قطاع الصناعات المعدنيه، قطاع الالات الثقيله. وعندنا حاليا بنشتغل مع اكبر المستثمرين في قطاع الصناعه. احنا بنستهدف قطاع الصناعه كله. صحيح، احنا بنتكلم على توطين الصناعات، فمبادره بالزبط. زي ابدا تحل ايه للمستثمرين، تحل ايه للمصنعين من التحديات اللي بتقابلهم؟ اوكي، بصي، احنا اول حاجه احنا اولا درسنا ايه هي اهم التحديات اللي بتواجههم. احنا كانت اول خطوه لينا، احنا اولا درسنا ايه الواردات اللي عندنا، فايه اهم القطاعات اللي احنا محتاجين ان احنا نستهدفها. وابتدينا ان احنا نشوف بقى، عملنا الدراسات بنستورد ايه اكتر حاجه، فمحتاجين نصنع ايه. بالظبط
بالظبط كده. تمام. وقعدنا مع رجال الصناعه، يعني احنا اهم حاجه ان احنا قعدنا مع رجال الصناعه، وقعدنا كمان مع كل الجهات المعنيه بالصناعه في الدوله، يعني زي وزاره الصناعه، زي لجنه الصناعه في مجلس النواب، زي في حتى بنتواصل احيانا مع رئاسه مجلس الوزراء في التحديات. فمثلا يعني مثلا كان احنا في مشكله في الاراضي الصناعيه، احنا حاليا دلوقتي طبعا بعد التواصل والدعم طبعا من كل الجهات الحكوميه، احنا حاليا المشكله دي اتحلت، انه بقى في الاراضي بنظام حق الانتفاع. دلوقتي الاراضي الصناعيه واعفاء من الضرائب لمده 5 سنين. بالظبط بالظبط، وكمان بتبقى بسعر الترسيق بس. فده طبعا بيبقى فيه طبعا نظام التقسيط بفوائد منخفضه جدا، فدي طبعا برضو من التحديات مثلا اللي اتحلت الحمد لله. طب حاليا اتفضلي اتفضلي. حاليا برضو بالنسبه لموضوع الرخص، طبعا موضوع الرخص الذهبيه ده، موضوع الرخصه الذهبيه ده طبعا برضو من الحاجات الهايله، يعني اللي هي هتسهل حاجات كتير ان شاء الله. طيب يمكن لما انتوا كنتوا بتقولوا انه بتشتغلوا مع حياه كريمه، او انتوا اصلا جزء من حياه كريمه، بالظبط الناس، لو انا بتكلم على الصناعات الصغيره والمتوسطه، لانه يمكن احنا دول كتير حوالينا حصل فيها نهضه صناعيه كبيره جدا بسبب الصناعات الصغيره والمتوسطه ومتناهيه الصغر. الناس كانت بالزبط. ايه اهم التحديات اللي بتقول لكم عليها لو انتوا كنتوا بتسمعوا لمشاكل الناس علشان نقدر ان احنا نوصل لحلول، وده المطلوب يعني علشان يعني يكون في نهضه صناعيه؟ هي اهم التحديات بتبقى هي اما في الاجراءات في استخراج التراخيص والاجراءات اللي هي القانونيه وكده، يا اما بتبقى في التمويل في المشروعات الصغيره والمتناهيه، والصغيره والمتناهيه الصغر اكتر بتبقى في التمويل. فاحنا كمان بنقدر ان احنا نوجههم من اولا طبعا في موضوع التراخيص والاجراءات ده، احنا بنتواصل مع الجهات المعنيه في الدوله وبنحاول ان احنا نحل الموضوع ده. في موضوع التمويل بنوجههم برضو للجهات المعنيه، مثلا اذا كان بنوك، اذا كان جهات المشروعات المتوسطه والصغيره، ان احنا ازاي نقدر نوفر لهم التمويل. بيبقى عندهم مشكله كمان مثلا في جوده المنتج، ان ازاي بيبقى عندهم ابديتد ار ان دي وكده، ده برضو احنا بنقدر ان احنا نقدم لهم في الدعم المطلوب. طيب مسألة التدريب، حضرتك أشرت إن أنتوا رحتوا سوهاج وحصل تدريب للعمالة هناك، الخطوة الجاية فين؟ أو أنتوا بتاخدوا المحافظات على أي أساس بتختاروا فيها مسألة التدريب؟ لأنه إنه يكون عندنا عنصر بشري مدرب على أعلى مستوى، هنا تيجي الجودة، لأنه إحنا بنتكلم على منتج عايزين نستبدل بيه المستورد، وإحنا كمان نزود صادراتنا. بالظبط. بصي احنا عندنا خطه طبعا ان احنا نستهدف التدريب في كل المحافظات ان شاء الله. وكمان احنا يعني مش بس نستهدف التدريب الفني، يعني ده طبعا التدريب الفني والتقني ده طبعا من الاهداف الرئيسيه، بس كمان بنقدم لهم محاضرات تثقيفيه، حاجات توعويه، برامج رياضيه، يعني عارفه بنهتم بالعامل يعني. هل في شراكه مثلا مع اي من القطاعات الخاصه للوقوف على متطلباتهم ومتطلبات سوق العمل علشان يتم التدريب على حسب ده؟ ده حقيقي، احنا عندنا بروتوكولات تعاون كتير مع برضو يعني جهات حكوميه وغير حكوميه وجهات خاصه. احنا بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا استاذه دينا الدليل، المدير التنفيذي لمبادره ابدا، شكرا جزيلا على وجودك معانا دلوقتي.